مساء الخير، هسه اشرح موضوع الوصلة بشابتر 5 بكل بساطة. هسه انا عندي هذا السؤال، هذا السؤال في عندي بن والقوة بي، هاي البن هاي البن الثاني هاي 1.5 وهي 1.5 وهي 1.5. هسا احنا بنعرف انه لما عشان نوجد اي سؤال بشابتر 5 أو 6 لازم نطلع اول شيء نعرف اذا انه ستيبل او ان ستيبل. بنلاحظ انه عندي 4 بن، 2 بن، يعني 4 رياكشنز، هاي دي واي وهاي دي اكس وهاي اي واي وهاي اي اكس. طيب هذول 4 مجاهيل، راح تحكي لي انه معادلات الاتزان ثلاث ايكويشن، راح تحكي لي عدد المجاهيل 4 unknown. طيب كيف هيك، كيف بدي احله؟ لا احنا في عنا هون internal hinge. طيب كيف عرفت انه هاي internal hinge؟ طلع الوصلة سي، طلع زي البرغة جاية هيك دائرة بالنص. فلما يكون عندي سي بتعطيني معادلة زيادة انه سيجما المومنت عندها يساوي زيرو، يعني زائد واحد ايكويشن، فبصيروا 4 و4. لو طرحت من بعض صفر صفر، يعني بقدر احل السؤال بالستاتيك، يعني statically determined. بما انه determined والرياكشن مش متوازيات وكذا، معناته stable. طيب بكل بساطة هسه كيف بدي احله؟ طيب بشابتر 6 راح ناخذ انه نفك هاي الوصلة بهذا الشكل، هاي الوصلة، هاي النقطة لو سميتها بي، راح تكون في عندي بي اكس بي واي، وفي عندي هون دي واي، عندي هون دي اكس. طيب طب هاي فصلتها شامل، برضه الجزء اللي فوق في عليه قوة، في عليه اي واي اي اكس، واللي فصلتهم هون راح احطهم هون، راح يكونوا عكس الاتجاه بي اكس وبي واي، وفي عندي هون 4 كيلو نيوتن. هسه شو بصير عندي؟ هسه هذا الشكل وهذا الشكل، لو حطيت هاي هون القوتين هذول بلغوا بعض وبرجع معي الشكل الأصلي. طيب صار عندي السؤال كم مجهول فيه؟ 1 2 3 4 5 6، عندي 6 مجاهيل، بس هسه هذول بلغوا بعض الاثنين، يعني لما احطهم مع بعض برجعوا 4. طيب كيف تحل السؤال؟ بكل بساطة عندي هون مجهولين، لو اخذت سيجما مومنت هون، لو اخذت سيجما مومنت هون بيطلع معي بي واي، واخذت سيجما اف واي بيطلع معي الاي واي، بالتالي هيك طلعت الاي واي والبي واي، بطلع معي الاي اكس والبي اكس، لسه ما بعرف اطلعهم لانهم معادلتين مجهولين، بتركهم البي اكس والاي اكس بتركهم. هسه طلعت الاي واي والبي واي، البي واي طلعت معي بحطها هون، طلعت معي سالبة بعكس السهم هذا وبعكس السهم هذا. طيب طلعت معي بي واي، باخذ المومنت هون او باخذ المومنت هون، باخذ المومنت عند دي، البي واي معي بتطلع معي كم؟ البي اكس. طيب باخذ سيجما اف واي لهذا الشكل بتطلع معي الدي واي، باخذ سيجما اف اكس للشكل بتطلع معي الدي اكس، وبخلص السؤال. هاي طريقة. الطريقة الثانية بتحكي لي ليش انا اغلب حالي؟ طب ما انا اصلا هاي لو حطيتها على هاي القوتين بلغوا بعض وبصفي ببطل عندي مجاهيل. طيب انا لو هاي الوصلة، هاي وصلة، بما انه دائما ناخذها قاعدة عندي بن مربوط بانترنال هنج، تعتبر وصلة تعتبر قوة واحدة، يعني هاي كاملة بلغي هاي وبلغي هاي كاملة، بلغيهم وببدلها بقوة زي هيك، بحكي اسمها مثلا بي دي. تمام، صار عندي قوة زي هيك مايلة بزاوية. هسا اذا هاي 1.5 وهاي 1.5، فهاي الزاوية 45 درجة. طيب وعندي هون مجهول مجهولين 3 مجاهيل، بحلل هاي كوساين وساين سيجما اف اكس وسيجما اف واي، بيخلص السؤال. يعني هاي طريقة وهي طريقة، هاي تزبط وهاي بتزبط، هاي بتاخذ منك 5 دقائق مثلا وهاي بتاخذ منك 10 دقائق. انا هيك اعطيت طريقة حل، هذا اشي بشابتر 6 وهذا الاشي بشابتر 5، بسموه تو فورس ممبر، بسموه كمسمى. يعني هذا سؤال وصلة، هذا مثلا نفس الاشي بن
وهاي ببدلها بوصلة أو بقدر أحلها بطريقة ثانية. هذا السؤال شو اسمه، كيبل فهذا حبل، قوة هاي نفس هاي. هذا السؤال هاي مش وصلة، ليش ما فيش براغي؟ عادي ولا شي، بين ورولر وخلص. يعني زي مبدأ التراس، هذا المنبر القوة اللي عليه قوة واحدة، لأنه هاي نقطة وهاي نقطة، والبن يعتبر نقطة عادة. عادي، ها هاي تشابتر 6، الموضوع اللي بعد التراس. نظر بعد التراس بكل بساطة، عندي بن 4 مجاهيل، وعندي هون انترنال هنج. انا لو فصلت عند هاي بي اكس وبي واي وكذا، موجود هذا الشرح كامل بالبي دي اف، بس انه نفس الفكرة. وحاله 3 طرق انا في الاسئلة هاي. يعطيكم العافية.